صباح الخير، صباح السعادة يا اللي معانا، وصباح كده دايما الرزق يا رب، وكل يوم جديد يبقى باب رزق جديد مفتوح علينا دايما بالخير يا رب، وكل الأماني اللي احنا عايزينها تتحقق. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح العسل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد معناها بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي معناها ان احنا هنغرق الدنيا كلام عن كل التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي، سواء من قريب او من بعيد كما هو الحال في حلقة النهاردة. وبطبيعة الحال لن يخلو حديثنا مع حضراتكم عن الكلام عن دوري ابطال افريقيا، الى جانب طبعا كلامنا بقى عن الرياضات العالمية، تغطيات هتلاقوا، متابعات هتلاقوا، الله بصلي على النبي، استفسارات هتلاقوا. بس خلينا بقى ننوه يا كريم، لان النهارده معانا فقره مختلفه، اللي هي اول فقره هيكون معانا فنان يعني لسه هيخليني اقول مش صاعد ابدا، ولكن هو متميز جدا، حتى لو كان من الوجوه الى حد ما جديده، ولكن هو ادى ادوار يمكن منها الاختيار 2 الرمضان، يعني موسم رمضان اللي فات، وكان متالق جدا في معتز حسين الفنان والممثل، وهو ايضا لاعب يد على فكره سابق واهلاوي جدا، هيكون معانا في الفقره الاولى. الفقره الثانيه زي ما كريم قال هنتكلم عن كره القدم، هيكون معانا كابتن احمد فوزي حارس الاهلي السابق. نبدا بقى كده اول اخبارنا مع حضراتكم. وامبارح مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كان عنده اجتماع امبارح علشان يناقشوا ملفات مهمه جدا في مختلف القطاعات، وكمان خاصه بكل الفروع الخاصه بالنادي تحديدا. انا هتكلم عن الشيخ زايد، او خلينا يعني لما يجي التقرير هتشوفوا حضراتكم ان فرع الشيخ زايد زي ما بيتقال كده كان ليه نصيب الاسد من هذه القرارات، واعتقد هي قرارات هتسعد يعني جميع الجمهور وجميع الاعضاء في النادي. القرارات شملت القطاع الرياضي وايضا الموافقه على تشكيل الاجهزه الفنيه لفرق النشاط الرياضي، والحقيقه حاجه جميله جدا جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي كما هي عادته الحقيقه دايما بيناقش ويحسم العديد من الملفات، وكلها ماشيه مع بعض بالتوازي، يعني انشاءات، رياضه، شركات، شراكات، عمل دؤوب الحقيقه ومستمر. وهنتابع مع حضراتكم دلوقتي من خلال هذا التقرير ونسمع كده ونتعرف بالتفاصيل على تقارير عن قرارات المجلس، ونرجع بعديها مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. هذه تحيه لكم جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. دقائق سريعه نلقي فيها الضوء على أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم الحقيقة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. هذا اجتماع من الاجتماعات المطولة جدا الحقيقة اللي تمت على مدار السنوات ونصف الماضية، الثلاث سنوات ونصف الماضية، نظرا للعديد من الموضوعات اللي تم مناقشتها فيما يتعلق بالرؤى المستقبلية والمشروعات الطموحة اللي بينفذها المجلس الحقيقة، بالإضافة إلى تشكيل الأجهزة الفنية للنادي. خلينا نقول لحضراتكم أنه يعني ربما لا نستطيع حصر كل الأجهزة، لكن هناخد الألعاب الجماعية سريعا. تمت الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية بالنسبة للكرة الطائرة، استمرار الكابتن محمد مصلحي مدير فني للكرة الطائرة للرجال، وأيضا الكابتن حمدي الصافي مدير فني للكرة الطائرة سيدات، الكابتن وجيه حمدي مدير لقطاع الناشئين والناشئات يعني رجال وسيدات. فيما يتعلق بكرة اليد تم تعيين الكابتن ياسر الرملي مدير لجهاز كرة اليد، ويبقى الكابتن طارق محروس مدير فني للرجال، والكابتن يحيى يوسف مدير فني للسيدات، والكابتن عاصم حماد مدير لقطاع الناشئين والناشئات أيضا. فيما يتعلق بقطاع السلة كابتن سيد صابر سيكون مدير لقطاع الناشئين والناشئات، والكابتن علي هاشم مدير فني للفريق الأول لكرة السلة سيدات. جهاز ألعاب الماء استمرار الكابتن وائل عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء، ألعاب القوة الكابتن ياسر داود رئيسا لجهاز ألعاب القوة، ده بالإضافة للدكتور مراد عاصم، وتجديد الثقة واستمراره كرئيس لجهاز الكاراتيه، والكابتن شيرين عادل مدير فني للسكواش، والكابتن أشرف عبد الفتاح مدير فني تنس الطاولة ومسؤول عن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، الكابتن العجمي سعيد. يعني إن شاء الله نوالي حضراتكم بباقي التشكيلات، وهذه هي الأجهزة تقريبا الجماعية المتعلقة بما يسمى ألعاب الصلاة طايرة وسلة ويد، وكمان تطرقنا لجهاز ألعاب القوة والماء والإسكواش. كان في الحقيقة مجموعة أخرى من الموضوعات في إطار حرص المجلس على التطوير والمضي قدما وسريعا بحجم الإنشاءات اللي بتتم سواء في مقر النادي في الجزيرة أو في فرعيه في مدينة نصر والشيخ زايد، وكمان الفرع الجديد
اللي اوشك الافتتاح ان شاء الله في غضون شهور قليله التجمع الخامس. النهارده فرع الشيخ زايد بيستحوذ على يعني الحقيقه نقول ايه نصيب الاسد زي ما مدينه نصر في وقت من الاوقات استحوذت ايضا على نصيب الاسد والجزيره. النهارده تقرر انشاء صاله للالعاب الرياضيه او جيمنيزيوم بالشيخ زايد، وكمان تكليف المستشار الهندسي المهندس سامح علي كامل بدراسه انشاء صاله اخرى او جيم اخر في المقر الرئيسي في الجزيره وفي ايضا في مدينه نصر طبعا للاعضاء. حضراتكم عارفين انه في صاله جمباز بيتم تشييدها الان في الشيخ زايد، المجلس وافق على طول على شراء الارضيات الحديثه المطابقه للمواصفات العالميه وتحديث منطقه جلوس الاعضاء بالشيخ زايد وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من اثاث. حضراتكم كمان عارفين انه تم تعيين مدير امن جديد في هذه الجلسه لفرع الشيخ زايد، هو السيد اللواء عمر ممدوح، وكمان مدير لمجمع حمامات السباحه الاستاذ الدكتور احمد سمير، ومدير للخدمات السيد هاني السيد ايسه. اخيرا يعني وليس اخرا، الشركه المنفذه لعمليه هدم استاد مختار التتش المدرج القديم بدات في مباشره الاعمال، وبمجرد الانتهاء هناك خطه طموحه، هناك رؤيه ودراسه الحقيقه هندسيه وبيئيه على اعلى مستوى لتحقيق الاستغلال الامثل لهذه المنطقه بالنسبه لرواد معقل الجزيره في النادي الاهلي. يعني نحن مقدمون ايضا على مباراه هامه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي يوم السبت المقبل في دور نصف النهائي امام الترجي التونسي مباراه الاياب. كل التوفيق ان شاء الله للفريق الاول بتحقيق نتيجة طيبة يستطيع من خلالها العبور إلى المباراة النهائية بإذن الله. شكر جزيل وموصول لحضراتكم وإلى اللقاء. حلو أن الواحد كل يوم تقريبا أو على مدار كل أسبوع بيسمع فيه تطوير جديد في فرع ما من فروع النادي الأهلي، يعني حاجة أعتقد محترمة، وإحنا كمان كقناة أهلي إن إحنا ننقل لحضراتكم الصورة يعني بشكل حي، دي كمان أعتقد أو ده دورنا. فحلو التطوير، حلو إن أنت دايما يبقى عندك تجديد، وفكرة كمان الجراج بتاع مدينة نصر، يعني أعتقد حاجة محترمة بتقدم وخدمة محترمة بتقدم للجمهور. وحلو إن برغم النجاحات طبعا أنت عارفة الناس بطبيعة الحال كرة القدم هي اللي إيه هي الرياضة الأهم عندهم، ولكن حلو جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب مهتم بنفس القدر بمختلف الالعاب ومختلف الرياضات ومختلف فروع النادي. يعني لطيف ان هم عارفين يواجبوا هذا الكم من المستحدثات زي ما بيقولوا، حاجه هايله طبعا. كل الاحترام حي المجلس الإدارة. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده، لأن النهاردة زي ما احنا عارفين الأهلي هيستأنف تدريباته بعد الراحة اللي كانت 48 ساعة. الراحة دي كان الناس تقول لك مهمة، كان لابد منها طبعا، لأن بعد كان في جهد مكثف جدا سبق للاعبي الأهلي، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز في مباراة الذهاب أمام الترجي. من هنا بقى اليوم المباراة اللي هو السبت الجاي، التدريبات هتكون ازاي؟ التدريبات هتكون متواصلة، الجهد هيكون كمان مكثف مع كافة اللاعبين والجهاز الفني كمان المعاون، لان زي ما احنا عارفين هي مباراه صعبه يا كريم طبعاً. يعني احنا زي ما بنقول برضو هو المصطلح لازم يبقى كده، احنا لعبنا الشوط الاول لسه في شوط تاني في مباراه الاياب، فاكيد في استعدادات واكيد هيكون في تخطيط وتحضير زي المباراه اللي احنا شفناها، والتحضير اللي كان اكثر من رائع لمباراه الذهاب. ان شاء الله هنشوف نفس يعني المستوى ده وافضل كمان في الاياب باذن الله. طلبة بقى فتحنا باب الكلام عن دوري ابطال افريقيا، عايزين نقول لحضراتكم عن يعني خبر من هذا الملف. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف كشف عن التشكيل المثالي لجوله الذهاب من نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي طبعا شهدت مواجهه الاهلي امام الترجي والوداد امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. قال ايه بقى الاتحاد الافريقي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر؟ قال ان تشكيل الاسبوع من دوري الابطال او التشكيل المثالي عباره عن 5 لاعبين من النادي الاهلي، 4 لاعبين من كايزر تشيفز، لاعب من الترجي التونسي، ولاعب من الوداد المغربي، وبكده بيكتمل التشكيل جوله الذهاب من نصف النهائي. وكان التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى بروس فوما، خط الدفاع أكرم توفيق وبدر بنون وأريك ماثوهو وإلياس شيتي، خط الوسط أليو ديانج، حمدي فتحي، جابولو بلوم ووليد الكارتي، أما خط الهجوم فبيتكون من محمد شريف وسمير نوركوفيتش. كده طبعا يكون النادي الأهلي هو كمان ليه نصيب الأسد في هذا التشكيل المثالي من وجهة نظر الكاف.
طيب بما ان احنا برضو في نفس الملف نروح لخبر يعني متصل عن دوري الابطال، لكن النسخه بقى المقبله، مش بنتكلم عن النسخه الحاليه. الاتحاد الافريقي لكره القدم حدد مواعيد النسخه الجديده، واكد ان 30/6 اخر موعد لارسال اسماء وتسجيل الانديه المشاركه في بطولات موسم، هنا بنتكلم 2021 و2022. واخطر الكاف للاتحادات الاهليه رسميا بانطلاق مباريات الذهاب من الدور التمهيدي، ده هيكون ابتداء من 10 سبتمبر المقبل، اما مباريات هنا الدور التمهيدي الثاني هيكون في منتصف اكتوبر المقبل. هتنطلق الجولات الاولى والثانيه والثالثه لدور المجموعات في شهر فبراير 2022، والجولتين هنا الرابعه والخامسه في مارس 2022، ولسه لم يحدد الكاف مواعيد الجوله السادسه او الادوار بنتكلم الاقصائيه يعني من دور الثمانيه حتى النهائي، لكن اكيد لما يتم تحديدها هنبلغ حضراتكم بيها اكيد في البرنامج. وعلى صعيد منفصل، امبارح العالم كله كان بيحتفل باليوم العالمي لليوجا، كما هي يعني الاحوال، يوم 21 يونيو من كل عام. طبعا اليوجا معروف ان هي بتعد واحده من افضل التمارين، او مش عارف حتى يعني يجوز تسميتها بالرياضات ولا لا، بس هنسميها مجازا التمارين اللي دايما بينصح بيها لتعزيز صحه الجسم والعضلات والوقايه من الامراض، والاهم تخفيف حده التوتر الموجود عند كل واحد منا. اليوجا من الرياضات الهنديه، طبعا العالم كله عرفها وتعلمها من الثقافه الهنديه، عشان كده سفاره الهند في القاهره شاركت وبقوه في الاحتفال باليوم العالمي لليوجا اللي تم تنظيمه في متحف الطفل في منطقه مصر الجديده. هنشوف حضراتكم تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير. Well, yoga has been practiced for thousands of years. It originated. يوجا كانت بيتم ممارستها لمدة آلاف السنوات، وأصلها كان في الهند. بعد كده أصبحت مشهورة جدا في أوروبا وأمريكا في عام 1950، واستمرت في الانتشار والشهرة، ولكن لم يكن لها من قبل أي اعتراف رسمي. وبعد كده في عام 2014 نجح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الهند أن يكون لها اعتراف رسمي، تم تقديم طلب في الأمم المتحدة أن يكون هناك تنظيم ليوم عالمي لليوجا، وتم تعميم هذا الطلب على مستوى 177 دولة ومن ضمنهم مصر. فتم إقرار اليوم العالمي لليوجا منذ 2015 على مستوى العالم، و21 من شهر يونيو هو يوم هام لأنه اليوم الأطول في العام، وهو أيضا يوم مميز وخاص في الهند. أنا كسفير يجب أن أقول أن اليوم العالمي لليوجا يوم بعد يوم بيصبح أكثر شهرة في كل دول العالم، وأصبحوا بينظموا احتفاليات لهذا اليوم، وأغلب الوقت بيتم تنظيمه في مواقع بارزة ومعروفة. فنحن سعداء جدا اليوم أننا قادرين على تنظيم هذا اليوم داخل متحف الطفل. اليوم العالمي لليوجا ده يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة في 2014، وافق عليه 177 دولة أن 21 يونيو من كل عام يبقى يوم عالمي لليوجا في 177 دولة. مصر طبعا من أوائل الدول اللي هي دايما بتبقى عايزة تتواصل مع العالم، وإن هي بتحتفل دايما بالأحداث الدولية. احنا بالنسبة لنا كوزارة شباب ورياضة، المشاركة النهاردة مشاركة طبعا رمزية، بس هنقول ايه، اطفال موهوبين في الفنون التشكيلية من مراكز شباب بيرسموا اللوجو بتاع اليوم العالمي لليوجا على المسرح على الستيج، في رقصة مقدمة، رقصة هندية، لان احنا دايما بنهتم ان اولادنا يتواصلوا مع الثقافات الأخرى وثقافة العالم بشتى الطرق، من الطريقة اللي احنا عملتها وزارة الشباب السنة دي في مسابقاتها. عندنا احتفالية عالمية بصبغة مصرية، ولكن احنا ما سكتناش، وزارة الشباب والرياضة بتدعم هذه الاحتفالية زي ما احنا شايفين، بتقدم أنشطة وبرامج مع الهيئات الأعضاء في اتحاد الرياضة للجميع اللي بشرف بالأسر. على جانب اخر، كان امبارح عندنا اجتماعات الاتحاد العربي، فكل الوفود العربيه اللي كانت معانا مشاركه معانا النهارده. الاتحاد المصري للرياضه للجميع، وده بختص بيه قناه الاهلي، عامل بث مباشر لكل الهيئات بتاعتنا، يعني هم دلوقتي معانا على نفس التوقيت في مصر وفي العالم العربي، وبنقول لهم بيشاركوا معانا في اليوم العالمي مع السفاره الهنديه في جمهوريه مصر العربيه. احنا بنأدي الاداء ده عشان احنا بنقول العلاقات المصريه الهنديه او العلاقات المصريه مع كافه الدول بتنطلق من الرياضه
سوفت باور او قوه ناعمه. حقيقه بادره رائعه جدا، وخصوصا يعني بمصر ام الدنيا يعني مستحيل يصعب عليها اي شيء. طبعا هذا اليوم العالمي اليوغا كان باجماع 177 دوله باجتماع بهيئه الامم المتحده على ان يكون مندوب طبعا الهند، اقترح انه يكون يوم عالمي من اجل السلام الكوني. فطبعا ب 2015 طبق هذا الموضوع وصار في كل الدول العربيه، ومن بينها طبعا كمان سوريا ومصر. طبعا يعني نحن سباقين ايضا بموضوع الاحتفالات هي، طبعا لما له اهميه على الصحه العامه، على تخفيف نفقات على الدوله والمجتمع. لما بتكوني انت كامله صحه بالبدن والجسد فانت بتكوني غير عبء على دولتك، بالعكس بتكوني منتجه وقادره للعمل احسن واحسن. عامه هي اكسبيرينس حلوه قوي، وانا مبسوطه قوي. عامه كنت متوقعه ان الموضوع هيبقى يعني حلو قوي كده، و يعني انا اصلا بحب اليوجا وعايزه اتمرنها، فجيت اشوف الدنيا ايه يعني، عشان اصلا عايزه ابدا يعني في الموضوع. بس الموضوع بجد كانت فايبس لطيفه واتبسطت قوي. هي كانت اكسبيرينس لطيفه قوي. انا بلعب في الجيم وبنزل اتمرن وكده، بس كنت حابه اجرب حاجه تبقى تديني فليكسبيليتي اكتر، واليوجا عامه بتساعد في اللانجز، ان هي تبقى في تنقيه لللانجز بتاعتك. في المديتيشن هي كذا كذا ديبارت يعني، فيها كذا حاجه، فحته المديتيشن دي عجبتني قوي، فكنت حابه ان انا اشارك في اليوم ده، كان لطيف قوي الصراحه، وكانت اكسبيرينس لطيف. اليوجا، بس عايزة أعلق على التقرير قبل ما نروح للخبر اللي بعد كده. اليوجا يمكن من الرياضات زي ما انت قلت يا كريم، هي بالنسبة للناس اللي مش بيمارسوها غريبة يعني، ما احنا مش فاهمين هل هي رياضة، وبعدين فعلا فوائدها كتيرة جدا، ومش بس بدنيا لا كمان نفسيا. يعني اللي مش دارس او اللي مش عارف يقولك طب انا لما اقعد كده مثلا ايه اللي انا استفدته، ايه اللي بتهيالي ان ليها يعني ليها كذا كذا، بس غالبا فايدتها نفسيا اكتر من جسمانيا. ما هي دي بقى ايه ازاي برضو، ازاي المديتيشن فكره التامل، فكره ان انت بتنفصلي، بس طبعا مش كل الناس عندها قدره على كده، فكره ان انت بتنفصلي تماما عن العالم. انا بشوف ان هي عايزه الحته دي لوحدها، عايزه تدريب بطول. عايزه تدريب صح، ما اعرفش. واليوم طريقه في التنفس بيطلعوا النفس على كذا مره، بتهيالي يعني ممكن نجرب. خلينا نروح بعد كده لحاجة محترمة جدا، الخبر اللي جاي ده بصراحة، لأن جميل جدا إن احنا يعني نقول إن الأجيال المختلفة يكون عندها، أو الجديدة يكون عندها وفاء للأجيال اللي قبلها. دي حاجة مهمة جدا، ولازم نكون كلنا بنتربى على هذا الشكل. بنتكلم هنا عن يوم الوفاء، أو هي احتفالية لتكريم اللاعبين القدامى، حضرها وزير الشباب والرياضة، وكان عدد كبير كمان من نجوم الرياضة كانوا موجودين. الاحتفالية دي نظمتها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى. الهدف منها إيه؟ تقديم الدعم والمساندة وتوجيه الشكر كمان للاعبين القدامى على ما قدموه لكرة القدم المصرية. أعتقد حاجة محترمة إن الواحد زي ما أنا قلت كده يبص للأجيال اللي قبليه، وخصوصا إن احنا هنا بنتكلم من الجمعية دي، ما يعني ما هياش حديثة التأسيس، هي من 2000 تقريبا و7 من 2007، وفي نفس الوقت هي معمولة لأن خلي بالك يا كريم زمان برضو الرواتب وغيره ما كانتش، أو الأرقام اللي بنسمعها مش زي دلوقتي، فهي بتقدم الدعم للرموز دي وفي نفس الوقت لعائلاتهم، لأن يعني طبعا في فرق كبير جدا بين الأرقام والمصاريف والالتزامات والحاجات اللي زي كده. قدام اللاعبين دول يا نهاوند نحتوا في الصخر بالمعنى الحرفي، لا كان بقى في ساعتها وسائل تواصل اجتماعي، صحيح، ولا كان في ترندات، وزي ما انت بتقولي طبعا ما فيش وجه مقارنة أصلا بطبيعه الحال بحكم الازمنه يعني تمام. طبعا يعني اقل حاجه لازم تتعمل، ويعني مبادره محترمه جدا الحقيقه تبع كل القائمين عليها. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نروح نشوف كده تفاصيل الاحتفاليه ونرجع نكمل. أنا بشكر من قلبي في الحقيقة كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة المحترم اللي شايل على كتفه يعني ليس حمل ولكن خير، شايل في قلبه موضوعات أنا حاسسها عن قرب، وقد إيه لما بقعد معاهم بيتكلموا من قلبهم لوضع هم حابين يعملوه وحابين
يجيبوا كل حاجة فيها خير لكل الرياضيين المصريين لا سيما أو سيما قدامى كرة القدم. الجمعية المصرية متكرمة جدا إن هي تعمل تكريم لقدامى اللعيبة وبتكون معاهم في صفهم في حاجات كتيرة، وعشان كده يمكن الناس في لعيبة كمان قديمة لعبت معاها منتخب مصر. الجمعية المصرية بتكرم قدام اللاعبين، ودي حاجة جميلة جدا وممتازة ان هي ان في ناس بتفكر في اللعيبة القدامى. قبل ما فكرة تكريم اللاعبين القدامى اللي هي مرة في السنة، احنا عندنا حوالي 180 أسرة كل شهر بنرعاهم ماديا ومعنويا وأدبيا، وبعد كده بنختار كل سنة 10 أو 15 لاعبين من اللي أصلوا الملاعب ولعبوا دوليا، بنحاول نكرمهم بنحاول نظهرهم بنقول لهم يا جماعة احنا فاكرينكم وبنرد لكم الجميل. أنا كنت دايما بنادي بالحب والوفاء والإخلاص، لأن ده السبيل، وده ما كانش موجود في الرياضة المصرية. كان الواحد ممكن يموت يوم يبقى فيه نوع من التكريم والوفاء. الحمد لله ان احنا حضرنا واحنا احياء بمجموعة النجوم اللي احنا شفناها النهاردة. انا طبعا اسعد واحد في الدنيا ان انا اكرم مع سيادة الوزير يبقى موجود وكل رياضين مصر موجودين، وطبعا شرف عظيم ليا من يوم الوفاء ان اكون مع قناة النادي الاهلي القلعة الحمراء العظيم. تكريم جميل جدا، خاصة أنه هو من سيادة الوزير أشرف صبحي ومن نجوم كرة القدم ومن جمعية القدامة اللي بتبذل جهد كبير جدا في سبيل رفع راية المدرب المصري ومساعدة كل مدرب محتاج ومعاشات وحاجات جميلة جدا بيدعمها نجوم كبار وبيدعمها رجال أعمال عظام. كرمت مرتين، مفروض النهاردة واحد ليا وانا على قيد الحياه وواحد للكابتن زمزم الله يرحمه. فطبعا اللي عايز اقوله ان كل واحد بذل مجهود وحقق بطوله الحمد لله بيبقى ليها مردود جيد عند الناس. فانا النهارده بشكرهم جدا انهم كرمونا واحنا على قيد الحياه، يعني انا بشكرهم جدا والله، يعني دي لفته جميله جدا، وبقول يعني ان كتر خيرهم وكتر خير الناس القائمين واللي بيدعموا جمعية قدام الرياضيين، لأن أنا أعرف أنهم، أنا على فكرة أنا كنت عضو معاهم، والناس اللي يعني اللي بيدعموهم من بره دي حاجة جميلة جدا، وبشكرهم على هذه اللفتة الجميلة. يعني بشكر قناة الأهلي والقائمين عليها جميعا، حاجة جميلة جدا، وأنا متابع يعني قناة الأهلي وقناة كل القنوات يعني، ولكن قناة الأهلي ليها طابع خاص يعني بالنجوم اللي فيها وبالأداء وبالبرامج بتاعتها. بالنسبة للتكريم، تكريم جميل جدا وأنا سعيد جدا به، لأن ما شفتش النجوم اللي اتكرمت معايا دي من مدة كبيرة جدا، من يعني بتكلم مثلا في 40 سنة ولا 35 سنة، وحاجة كويسة جدا إن الإنسان يكرم وهو موجود وهو عايش. بنسعد إن بالله الإعلام بيؤازر هذا العمل، لأن ده شيء جميل، وإحنا وهبنا نفسينا لهذا العمل من زمان، مش انا بس، السبعينات انا وزمايلي اللي بيشتغلوا معايا كلهم، وكلهم نجوم كبار واسماء كبيره، وانت عارفه الاسم الكبير ده له ثمن يعني، فهم بيضحوا بكل دوه في سبيل انهم يسعدوا زملائهم ويطلعوا الحاجه اللي عايزين يعملوها كده. يمكن من الأمور الطيبة جدا ومن الحاجات المميزة واللي خدنا بالنا أكيد منها من خلال مجموعة كلمات اتقالت في هذا التقرير، فكرة إن إحنا بنشكركم عشان بتكرمونا وإحنا على قيد الحياة. النقطة دي فيها تدارك كبير لخطأ وقع فيه صناع الفن في أزمنة سابقة، كتير جدا من الأوقات كنا بنشوف، بس الحقيقة مش دلوقتي، كانت زمان، بيتم تكريم الفنان بعد ما بيرحل عن دنيانا، فبتلاقي إن حد من الورثة هو اللي طالع بياخد الدرع. الفكرة مش في عملية الدرع، الفكرة في فكرة إن أنت بني ادم فنيتي عمرك كله، ما بخلتيش بعطائك باي شكل من الاشكال. الكلام ده طبعا فنيا وفي حالتنا دي رياضيه، على كل اقل حاجه تتكرمي يعني وانت على قيد، تحضري اللحظه دي بنفسك.
صحيح، يعني انا بتفق معاك جدا، مش بس في الفن ومش بس في الرياضه، يعني على كل الاصعده بصراحه عندنا طبعا. رموز كتير مصريه شرفتنا في الداخل وفي الخارج وقدمت كتير جدا يعني لينا احنا حتى كجماهير، فاعتقد واجب جدا ان يتم التكريم اثناء طبعا حياتهم. انا بتفق معاك، بس يمكن الموضوع ده شويه ابتدى يتغير كتير مؤخرا، ده يعني كتير مؤخرا مهرجانات وحاجات زي كده شفنا ده، فيعني خطوات اهي دلوقتي نقدر نقول ايجابيه بتتم التكريم. شيء محترم جدا وفي بعد انساني في منتهى الاهميه. طيب نروح للنوستالجيا اللي هي جزء اساسي من برنامجنا، ونوستالجيا الاهلي النهارده هنتكلم في تاريخ 22 يونيو، بس هنرجع لعام 1949 اللي كان ميلاد كابتن محسن صالح نجم وسط الاهلي في السبعينيات من القرن الماضي، وهو من مواليد بورسعيد، بدا مشواره الكروي زي ما احنا طبعا عارفين متذكرين بالنادي المصري، ومنه انتقل بعد كده لنادي التضامن الكويتي ثم النجم اللبناني، انتقل بقى للنادي الاهلي كان في صيف 1974 واستمر في صفوفه حتى اعتزال الكرة صيف 1979. ساهم بقى مع زملائه في ايه؟ ساهم مع زملائه في الاهلي في الفوز باربع بطولات للدوري العام، بطولة في كاس مصر، وبعد الاعتزال كمان عمل مساعدا لهيدوكوتي المدير الفني للنادي الاهلي، وبعدها عمل بالتدريب للعديد من الاندية الخليجية والمصرية، وابرز انجازاته كان الفوز مع الاسماعيلي بكاس مصر اللي كان موسم 99-2، الدوري العام اللي كان موسم 2001-2002، وعلى كمان مستوى المنتخبات تولى تدريب منتخب مصر للناشئين ومنتخب ليبيا ومنتخب اليمن والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاسم كبير جدا يعني كابتن محسن صالح، حاجة محترمة، وبعتقد كل رمز من رموز الأهلي برضو بيبقى ليه كده مكانة كريم كبيرة، احنا كلنا بنسعد ان احنا حتى في النوستالجيا يعني ان احنا بنشوف تاريخ كبير كده عن شخص كان بينتمي للنادي الأهلي. لو ما كانش كده ما كانش هيبتدي تشوف النادي الاهلي ويلعب ضمن وبعدين خلي بالك الازمنه دي والاجيال دي كل اسم فيهم اتقل من الثاني، يعني حاجه عظمه على عظمه زي ما بيقول. طيب احنا هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع وبعد كده نرجع مره ثانيه نكمل كلام. اتفضل. عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، تعالوا بقى على السريع جدا نروح مع حضراتكم عشان نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وكافه الفرق المختلفه والانشطه مع زميلنا العزيز محمد توفيق المتواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا محمد صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، تحياتي ليكم وكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي، والحمد لله على سلامه نهاوند ومنوره الاستوديو. صباح الفل عليك يا توفيق، وانا بشكرك جدا ان انت فعلا من الزملاء اللي كانوا يسالوا عليا على طول، شكرا ليك. اصيل يا توفيق، اصيل توفيق. ايوه، سمعنا بقى يا سيدي ايه الجديد عندك ويعني كل ما هو متعلق بهذا الفرع من فروع النادي الاهلي المحترم. نبدا اولا بالاجواء داخل فرع الجزيره بالنادي الاهلي النهارده صباح الثلاثاء، يمكن اول ما تخش من بوابه النادي الاهلي هنا من على النيل او كمان من ناحيه نادي المعلمين اجواء اكثر من رائعه داخل النادي، يمكن النهارده بقى خلاص احنا بنتكلم جغرافيا ورسميا النهارده الثاني ايام فصل الصيف، فدرجه الحراره يمكن 33 درجه مئويه في الوقت ده، اعتقد انها درجه حراره مناسبه لكافه الانشطه، وده واضح جدا على اقبال الاعضاء هنا داخل النادي، يمكن بقى احنا جايين من الشارع من بره الكثافات المريه شويه، في كثافات مريه على كوبري اكتوبر وكمان القادم من كورنيش المعادي بعض الكثافات المريه بتشهدها هذه المناطق، لكن اعتقد ده يمكن ساعه من دلوقتي بسبب الناس اللي نازله اشغالها او كمان الطلبه اللي بتؤدي الامتحانات، لكن اعتقد مع سريان اليوم اكيد الكثافات دي هتقل، واعتقد هيبقى الاجواء مناسبه جدا ان اي حد عاوز يوصل هنا فرع النادي الاهلي بالجزيره يوصل في الوقت اللي هو عايز يوصل فيه، مش هيبقى فيه تاخير او عطل. كمان وانت داخل اول حاجه هتقابلك استاد مختار التتش اللي اعتقد ان الاداره التنفيذيه هنا قامت باداء اكثر من رائع فيه، يمكن الاستاد حاجه جميله جدا تم اعداده سواء تهذيب وقص النجيله او اعداده، طبعا يمكن الفريق غايب عن الملعب تقريبا لمده اسبوع عقب السفر لتونس، النهارده ان شاء الله الفريق هيأدي تدريباته وتم تجهيز الملعب عشان يكون جاهز لاداء تدريب الفريق الاول. كمان مختار التتش المدرج التاريخي لاستاد مختار التتش يمكن الشركه المنفذه لعمليه الهدم، تم بالفعل البدء في اعمال الهدم، يمكن اعمال الهدم بنطمن كل الاعضاء هنا وجماهير النادي الاهلي بتتم باحدث التقنيات الحديثه، وده عشان ما يسببش اي ازعاج او نوع من الاتربه داخل الفرع هنا، يمكن كمان الاداره التنفيذيه عملت سياج كامل حوالين منطقه المدرج علشان يتم عمليه يعني هدم المدرج باسرع وقت ممكن وكمان بدون يعني تسبب في ازعاج سواء للاعضاء داخل الفرع او كمان لفريق الكوره اللي هيواصل تدريباته النهارده.
نروح بقى لأخبارنا، وبالطبع هنبدأ بأخبار الفريق الأول لكرة القدم اللي بيواصل تدريباته النهاردة بعد أجازة 48 ساعة عقب العودة من تونس والفوز في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، نتيجة أكثر من رائعة إن شاء الله، يعني نشتغل عليها كمان في مباراة العودة والفريق يحقق الصعود والاقتراب خطوة كبيرة نحو النجمة العاشرة. يمكن خليني بقى أقول لكم برنامج الفريق من النهاردة لحد المباراة إن شاء الله. يمكن الفريق النهاردة هيتجمع في تمام الرابعة عصرا، وبداية التدريب هتبقى الساعة 5 بكرة إن شاء الله الأربعة، وكمان بعد غدا الخميس هيكون التدريب في الغالب في نفس الميعاد على ملعب مختار التتش هنا بالجزيرة. بعدها يمكن تم الاتفاق ما بين المدير الفني بيتسو موسيماني وكابتن سالم حفيظ مدير الكرة على دخول الفريق في معسكر مغلق من مساء الخميس عقب التدريب بإذن الله. ويوم الجمعة هيبقى البرنامج كالتالي، ظهرا هنا في النادي الأهلي هيقام الاجتماع الفني أو اللي بين الفريقين سواء النادي الأهلي أو الترجي اللي بيتم الاتفاق فيه على أعداد الحضور داخل المباراة وإزاي اللي هيتريق الفريقين أثناء أداء المباراة. في المساء يوم الجمعة هيكون المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي في الثامنة مساء على استاد الأهلي والسلام اللي هيحتضن المباراة، وبعده في الثامنة والنصف هيبقى المؤتمر الصحفي لفريق الترجي، وبعده في التاسعة هيكون المران الرئيسي أو الأخير لفريق الترجي وفق لوائح الاتحاد الأفريقي وهيتم أداؤه على استاد الأهلي والسلام. وفي الغالب النادي الأهلي كمان هيقدم مرانه الأخير قبل المباراة على استاد الأهلي والسلام، وإن شاء الله ده هيكون في السادسة مساء الجمعة. وإن شاء الله بقى يعني دعوات كل الأهلاوية وكل المصريين إن النادي الأهلي يؤدي الأداء المعتاد منه، وإن شاء الله ربنا يكلل مجهوداتهم بالفوز والصعود للمباراة النهائية، وننتظر يا رب النجمة العاشرة يوم 17 يوليو المقبل. نروح بقى لأخبار فرقنا الأخرى، ويمكن أداء أكثر من رائع للاعبي النادي الأهلي اللي بيخوضوا غمار منافسات البطولة العربية لألعاب القوة واللي انتهت منافساتها في تونس. يمكن 4 ميداليات ذهبية و4 زيهم فضيات وكمان 2 برونزية. يمكن نقول بقى أسماء أبطالنا اللي شرفونا وشرفوا منتخب مصر لألعاب القوة. يمكن اللي أحرز ميداليات ذهبية إسراء محمد سمير، وإسراء أحرزت ميداليتين ذهبيتين في منافسات الوثب الطويل. كمان اسلام موسى حقق ميداليه ذهبيه في منافسات اطاحه المطرقه، وايهاب عبد الرحمن بطلنا واللي كان مرشح لاولمبياد ريو دي جانيرو بس كان بعض المشاكل اللي حصلت له كده مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن ان شاء الله مستنيين ايهاب في اولمبياد طوكيو وان شاء الله يحقق ميداليه ذهبيه. ايهاب حقق ميداليه ذهبيه في منافسات رمي الرمح. كمان 4 ميداليات فضيه للاعبي النادي الاهلي في البطوله، ايمان منصور عبد المطلب في منافسات 400 متر عدو، اسلام عبد التواب في منافسات 20 كيلو متر مشي، محمد مجدي حمزه في منافسات دفع الجله، وماجد محسن في منافسات رمي الرمح. كمان يمكن لاعبي النادي الاهلي احرزوا برونزيتين، شهاب محمد عبد العزيز في مسابقات قصف القرص، وحسن محمد عبد الجواد في اطاحه المطرقه. يمكن مش بس يعني دول اللاعبين اللي كانوا بيمثلوا منتخب مصر، لكن دايما كعاده النادي الاهلي بيمد كل المنتخبات الوطنيه باللاعبين، منتخبات او منتخب الكره الشاطئيه للسيدات اللي يعني امبارح كانت القرعه بتاعه البطوله بطولة أفريقيا المؤهلة للكرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بإذن الله. يمكن نجمتنا فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي اللي بيمثلوا منتخب مصر الأول في هذه البطولة، كانت القرعة بالأمس والقرعة جنبتهم خوض المنافسات الدور الأول. يمكن منتخب مصر ومنتخب موزمبيق صعدوا مباشرة لدور الثمانية، وهينتظروا أول 3 فرق من كل مجموعة عشان يبدأوا في منافسات دور الثمانية. نتمنى لهم طبعا التوفيق، وإن شاء الله زي ما مثلوا منتخب مصر في الأولمبياد الأخيرة في ريو دي جانيرو كمان يكونوا موجودين في أولمبياد طوكيو بإذن الله. الأفراح والميداليات والانتصارات ما بتنتهيش في النادي الأهلي، يمكن كمان عندنا انتصارات. يمكن فريق يعني يمكن آخر أخبارنا ناشئات النادي الأهلي تحت 16 سنة مواليد 2006 يتواجدنا ببطولة الجمهورية بعد الفوز على سبورتنج في المباراة الأخيرة 35-33. جاء ترتيب الفرق، النادي الأهلي الأول، باكوس الثاني، الأولمبي الثالث، وسبورتنج الرابع. يا رب دايما كل فرق النادي الأهلي في انتصارات، ودايما النادي الأهلي ودائما الأول في كل شيء، وكل بطولة بيخشها بيبقى هدفه هو المركز الأول والفوز. دي كانت كل أجواءنا وأخبارنا هنا من داخل النادي الأهلي بالجزيرة. الكلمة ليكم يا كريم ونهوان. والله كل الأجواء جميلة وكل الأخبار زي الفل، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي، كل الشكر ليك. طيب من أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين نروح دلوقتي لجريدة الجمهورية ومراسلتنا العزيزة سالة حامد، نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وحيكون معها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. سالة طبعا صباح الخير عليك في البداية، وصباح الخير على أستاذ حسام. صباح الخير طبعا، برحب بك انا هواند، وبرحب بك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يعني انا النهارده هكون معاكم في جوله صحفيه جديده ولكن من مقر جريده الجمهورية.
الجمهورية. طبعا النهاردة هيكون معنا يعني أبرز الأخبار والعناوين من الصحف الرياضية، واللي هتكون كلها يعني خاصة أو بتتكلم على أهم بطولتين العالم كله بيتفرج عليهم دلوقتي، طبعا بطولة كأس الأمم الأوروبية، بطولة اليورو، وطبعا بطولة كوبا أمريكا. وكمان النهاردة هيكون طبعا معنا لقاء مع الأستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي، اللي هيتكلم طبعا معنا بشكل أكبر وبالتفاصيل عن الأخبار دي. كمان النهاردة يعني البداية هتكون مع أول خبر من المساء الرياضي، هولندا على قمة المجموعة الثالثة والطواحين البرتقالية تقصوا على مقدونيا بالثلاثية. ومن روسيا اليوم كوبا أمريكا، ميسي يحقق رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وباراغواي. ومن اليوم السابع ثالث خبر معنا انطلاق بطولة الأبطال للسكواش بمشاركة أقوى 16 لاعب ولاعبة في التصنيف العالمي. يمكن طبعا دي أهم ثلاث أخبار معنا النهاردة، وهيتكلم فيهم بشكل أكبر ضيفنا طبعا اللي هيكون معنا في اللحظات دي الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي. طبعا يا أستاذ حسام برحب بك في البداية على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا عايزك تتكلم معايا في أول خبر طبعا من المساء الرياضي. يمكن شفنا كلنا طبعا هولندا يعني تصدرت المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها طبعا على النمسا وأوكرانيا وطبعا مقدونيا الشمالية، وكمان تأهلت للدور الثامنة أو الثامن النهائي من المجموعة. طبعا عايز حضرتك تكلمي طبعا عن التصدر ده والمباراة القوية طبعا اللي جمعت ما بين مقدونيا وهولندا، اللي طبعا انتهت بفوز هولندا ب3 أهداف مقابل لا شيء. طبعا هولندا من الفرق الأوروبية القوية جدا وتاريخها معروف في العالم كله بقوتها، وان هي طبعا عندها فريق متكامل بيلعبوا كرة جماعية بيقدروا ان هم طبعا يضغطوا على المنافس بشكل قوي، وهو ده اللي حصل في البطولة ان هم بدأوا بقوة وقدروا ان هم يفوزوا على المنافس بشكل قوي بعد الضغط عليه وتصدروا المجموعة الثالثة ب9 نقاط يليها النمسا ب9 نقاط وبعد كده أوكرانيا ومقدونيا الشمالية. وده طبعا احنا كنا متوقعينه بصراحة، واغلب الناس المحبة للفريق الهولندي توقعنا هي تتصدر المجموعة، وان كان شفنا ان الناس كانت في تخوف او قلق بسيط من المباراة بتاعة النمسا واوكرانيا على اساس ان هم بقى في تخوف ان يكون في هناك يعني اتفاق زي ما بيقولوا بينهم بعض بحيث ان هم يخرجوا متعادلين لصالح بعض بحيث ان هم ياخدوا الثاني والثالث وبعد حصولهم على ال4 نقاط زي ما حصل سنة 82 مع الجزائر، كانت برضو النمسا وإحدى الفرق الأخرى وتم إقصاء الجزائر لهذا المنطق، ولكن طبعا المباراة كانت قوية فعلا فيها ندية وقدرت أن النمسا أن هي تفوز من بإحرازها أول هدف دقيقة 21 وقدروا أن هم يكملوا المحافظة عليه لغاية لما خرجت النتيجة بالشكل ده. وده بيؤكد ان في رقابه كبيره جدا على البطوله، في نديه فعلا، في تنافس، وده اللي احنا بنتمناه بصراحه في البطوله دي ونتمناه في كل بطولات العالم، ان احنا نشوف نديه وقوه واثاره عشان بتدي متعه للمشاهدين. اكيد. يمكن طبعا كمان النجم العالمي ونجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي يمكن امبارح او النهارده يعني حقق رقم قياسي في مباراه الارجنتين وباراغواي، ويمكن الرقم ده رقم كبير جدا لاي لاعب في منتخب الارجنتين. 147 مباراه دوليه شارك فيها ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين، طبعا هو رقم كبير جدا يا استاذ حسام، ورقم قياسي طبعا لنجم كمان كبير ونجم عالمي. طبعا ميسي احنا كلنا ما فيش حد في العالم ما بيحبش ميسي، طبعا هو يعتبر من ايقونه من ايقونات كره القدم على مستوى العالم، وان الناس بتعشق مشاهدته يعني سواء كان في اي نادي او مع منتخب الارجنتين. طبعا هو حقق كتير من الارقام القياسيه منذ ما يعني في جميع الانديه اللي هو كان شارك فيها، طبعا ما عدا الارجنتين هو ما حققش معاه بطولات كبيره، ولكن طبعا هو كان يعتبر اكبر هداف ليهم حوالي 73 هدف. وميسي من اللاعبين طبعا ان هم قدر يحقق انجازات منها، حصل على الحذاء الذهبي 6 مرات، يعني طبعا ده يدل ان هو لعيب قوي جدا، ده الى جانب مثلا هو حصل على افضل لاعب في العالم مثلا مرتين،
افضل لاعب على مستوى الاوروبي مثلا ما يقرب من 4 مرات، طبعا ده بيؤكد قوه ميسي وان هو فعلا لاعب مميز جدا، اي فريق في العالم يتمنى ان هو يضمه، وطبعا ده بتدي له قوه ودفع ان هو يستمر على هذا للمحافظه على تاريخه الكبير، وده شيء طبيعي ومتوقع من ميسي والناس كلها بتحب تتفرج عليه، فكل التوفيق يعني. استاذ حسام، يمكن مصر الفتره الماضيه بدات ان هي تنظم بطولات يعني كتيره جدا سواء على المستوى الافريقي او المستوى العالمي، يمكن شفنا طبعا بطوله كاس الامم في 2019، كمان بطوله العالم لكره اليد، ومؤخرا بطوله العالم للجمباز. النهارده هتنطلق اول يعني بطوله الابطال للسكواش، وطبعا بيضم او بيشارك فيها اكتر من 16 لاعب ولاعبه في التصنيف العالمي، واللي هتبتدي النهارده ان شاء الله لحد يوم 27 الشهر الجاري. طبعا ده شيء رائع جدا وبيأكد على قوة وإمكانيات مصر رغم جائحة كورونا. زي ما نقول أغلب بلاد العالم على فكرة بيبقى فيه تخوف شديد جدا ما زال حتى الآن، وده اللي احنا شفناه حتى في اليابان، وصل ان هم اليابانيين حتى طلبوا بان هو الأولمبيات القادمة يتم تأجيلها تاني لتخوفهم من انتشار المرض، ولكن طبعا ده بيؤكد ان مصر انها خلاص بقت عندها خبرة كبيرة جدا، وده اللي احنا شفناه حتى في خاصة في اليد، ان احنا قدرنا نطبق نظام احترازي جديد اول مره طبق اللي هي الفقاعه الاحترازيه اللي احنا طبعا حافظت على كتير من سلامه جميع اللاعبين والبعثات الموجوده، وده طبعا لان خلاص بقى في ثقه في مصر بشكل كبير جدا، ده يضاف لتاريخها على مستوى العالم، واصبح ان كل البلاد يعني بيتمنوا ان مصر هي تنظم ده، واللي احنا طبعا بنتمنى ان البطوله دي تخرج بافضل صوره ممكنه. طبعا ابتدى انطلقت النهارده لغايه يوم 27، فيها أكثر من 16 رقم عالمي للمنافسين، طبعا على رأسهم طبعا أبطالنا علي فرج شرباجي مؤمن، طبعا علي فرج للشهر ده هو الشهر الثامن على التوالي أنه بيتصدر الرقم القياسي، وده يؤكد أن الحمد لله مصر كانت وما زالت وستبقى عندها إمكانيات كبيرة خاصة في مجال الرياضة، ونتمنى التوفيق لأبطالنا إن شاء الله. شكرًا جدا طبعا يا استاذ حسام، وطبعا بنتمنى كلنا طبعا التوفيق لمصر في تنظيمها في بطولات اكتر من كده بكتير. شكرا لحضرتك. شكرا كده طبعا يا نهواندو يا كريم، كان لقائنا مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ حسام الغرباوي، واللي طبعا اتكلم معانا بشكل اكبر عن اخبارنا النهارده وابرز يعني الاخبار والعناوين في الصحف الرياضيه من مقرنا، طبعا من مقر جريده الجمهوريه. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليكي طبعا يا نهواندو، تفضلي. احنا بنشكرك جدا يا سالة على هذه التغطيه، واكيد يعني ضيفك العزيز الاستاذ حسام، وتوفيق لسه موجود برضه، شكرا ليك يا توفيق جدا. مرحبا بحضراتكم في اولى بقى فقراتنا الحواريه، وكلنا وهنا في بدايه الحلقه النهارده انا وكريمنا هيكون معانا يعني فنان وفي نفس الوقت رياضي، وفي نفس الوقت هو ابدع جدا كمان في رمضان اللي فات في تحديدا مسلسل الاختيار 2، وبجد من الشخصيات المصريه والفنانين المصريين اللي هيكون ليهم بجد يعني ان شاء الله مستقبل محترم جدا في هذا المجال. خلينا نرحب ب يعني معلش، هو كمان كان حارس مرمى فريق اليد بنادي هليوبلس لمده 12 سنه. خلينا نرحب بالفنان المصري معتز حسين. يا صباح الخير. صباح الفل يا نهاوند، عامل ايه؟ منور الدنيا معتز، ربنا يخليك، ومنور الدنيا في رمضان اللي فات، وبسم الله ما شاء الله شغل جميل في عمل ملحمي محترم، كل مصر والدول العربيه كلها كانت بتتابعه، واكيد دي كانت من ضمن عناصر الجذب اكيد بالنسبه لك لما تعرض عليك الدور. عايزين نعرف منك ملابسات الترشيح واستعداداتك للشخصيه كانت عامله ازاي. انا ترشحت على طريق مسلسل الاختيار عن طريق دور كنت عامله في مسلسل اسمه جمال الحريم، كنت عامل شاب كفيف، حاجه ملهاش علاقه بانه يبقى ظابط دقن طويله شعر طويل، فالحمد لله ترشحت. كان في الكاستنج دايركتور استاذ ابراهيم فرج جه بص علينا وترشحت للدور. طبعا لما عرفت ان في مسلسل اختار 2 بتعمل، انت بتوافق على طول بدون اي تفكير في اي حاجه، زي ما حضرتك قلت ده عمل وطني الوطن العربي كله هتفرج عليه مش مصر. صحيح. واللي كان احلى من كده برضو في عرض المسلسل، المسلسل كان مترجم بالانجلش. طبعا فده برضو في ناس اكسبوجر كبير جدا، ناس تانيه تقدر تشوف برضو في الوطن العربي والدول التانيه ايه اللي بيحصل مع تقدير الترجمه. طبعا بس فالحمد لله استعديت طبعا للدور، وكان الدور الحمد لله مساحته كبيره، فطبعا كان الواحد هو بيعمل كل مشهد او كل حاجه بيبقى عبء عليه، لان انت بتعمل عمل وطني طبعا تقيل، مش عمل درامي في ثلاثي الفئه في المجتمع يعني محترمه جدا كمان، وشخصيه حقيقيه ورجال الشرطه الفتره اللي فاتت ايه اللي حصل معاهم، فانت الحمد لله يعني جميل مبروك. الله يبارك وعقبال اللي جاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بص احنا ابتدينا كده خطفناك على طول على الاختيار لان كان لازم نبدا بيه، بس عايزين نعرف
اكتر ونعرف جمهور برضو الاهلي معتز حسين. فاحكي لنا في البدايه انت اصلا دارس تمثيل ولا لا؟ خلينا نعرف الاول عنك. لا انا خريج مودرن اكاديمي مانجمنت انفورميشن سيستم. بعد ما خلصت الجامعه ابتديت اخد ورك شوب للتمثيل بقى. كنت عايز اخش في الاول طبعا معهد فنون مسرحيه او معهد السينما. وانت حضرتك عارف بقى الاهالي بيرفضوا لا مذاكرتك دراستك دي حاجه سمعناها قال لك طب لو مصر قوي على الاقل مش لازم تدرس اكاديميا تمثيل بالظبط خد شهاده عاديه واعمل اللي انت عايزه بالظبط دروسك ومستقبلك فخلينا خدنا الاربع سنين تاخد بقى الورك شوبس بعد كده من اول 2008 لحد اخر ورشه واخدها في 2019 ورشه النقابه. يعني على مدار اكتر من 11 سنه كل سنه باخد ورشه او ورشتين ورشه او ورشتين عشان اقدر اخد افكار من الاساتذه والدكاتره اللي بتديني وانمي نفسي برضه. يعني انت يا معتز مش فكره حابب التمثيل وخلاص عايز الشهره لا انت عايز تدرس. يعني انت ابتديت من الدراسه في على فكره مش كل الناس بتبقى عايزه تمثل بتروح وتدرس يعني في ناس بتاخد الطريق السهل ولو راحت مش بالضروره تقعد 11 سنه بتدرس يعني بالظبط. لا انا كنت عايز انمي معلومات عندي عايز ابقى اوير اكتر بالموضوع مش حكايه ورشه او اتنين وخلاص واعتمد على ومش دور على تحصل عليه لا لا او ناس تواجهني لا انا كنت عايز على مدار 11 سنه دول اعرف انا عايز ايه عايز اوصل لفين. كل ورشه باخدها مختلفه عن التانية كل دكتور او كل استاذ او كل حد ادانا معلومه تختلف عن التاني في كل حاجه فصبرت لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني وكل مدرسه باخدها بتعلم منها بس طبعا. كويس واضح جدا من كلامك ان انت استفدت يعني اقصى استفاده من الورش دي لان مش كل الناس بتستفيد منها على فكره هي على حسب برضو انت واخد الورشه دي فين ومع مين بالظبط والمحتوى بتاعها ايه بالظبط. زي ما حضرتك قلت انا اخدت مع اساتذه عشان مش عايز انسى بس الاسامي اساتذه تقال جدا يعني في دكاتره واساتذه وممثلين كبار جدا انا اخدت معاهم ورش فدي طبعا انت بتاخد الخبرات بتاعته تقدر انت تبني عليها بقى في كل دور بيجي لك او في التعامل مع الناس او في حياتك حتى المهنيه بره دي بتفيدك برضه. اصل الورشه مش كلها بتبقى حاجات عباره عن تمثيل بس طبعا في نفس وفي حركه جسم نفسيا وبدنيا وكل حاجه طبعا صحيح. طب لا انا بس لا يا كريم دي والله انا بس عشان الصوره دي طبعا مسلسل الاختيار برضه ليه كواليس يعني احكي لنا بقى انتوا كنتوا بتصوروا الساعه كام وازاي كنتوا بتخش في الدور يعني عارف يا كريم برضه انت عشان مثلت انا ما مثلتش فاكيد عشان يعني تخشوا جوه الدور بيبقى في استعدادات فخلينا برضه نعرف ازاي هو والله هقول لك على حاجه احنا بس كنا مجرد نلبس البدله زي العسكري بتاع الشرطه انت بص بتحس بمسؤوليه فظيعه انت مش داخل تقول كلمتين لا انت فعلا ضابط وبتبقى قائد كتيبه وبتتعامل مع الناس كلها ان انت ضابط فبتبقى في حمل على كتافك وعلى روحك جامد قوي. الاستعدادات طبعا بقى ان احنا وقت المعسكر وقت الحاجات دي معانا ضباط كانوا حقيقيين طبعا هم بيوجهونا لان زي ما قلت لحضرتك احنا بس مش حاجه دراميه انت حاجه طبعا حقيقيه طبعا ضرب النار والنزول والخروج والاشتباكات الحاجات دي كلها طبعا تدريبات يعني ممكن نعمل بروف على مشهد ضرب نار او اقتحام او حاجه فوق العشر مرات لازم يعني تطلع صح يعني اجهاد فظيع ومتعه فظيعه في ميكس كده وانت بتعمل العمل ده اجهاد بدني وذهني طبعا. يعني الله يكون في عون بجد فعلا رجاله الشرطه والجيش اللي هم حياتهم طول النهار كده. الجاي ايه بقى ان شاء الله بتساعد ايه الفتره الجايه؟ والله بص هو في كلام اتقال الفتره دي على كام حاجه بس لسه فيش حاجه رسمي يعني في ناس بتكلم انت فاضي الفتره الجايه طب داخل عمل لا طب احنا ان شاء الله مرشحينك لحاجه فيعني بس حاجه رسمي امضيها لا لسه ربنا يصلح الاحوال وتمضي قريب ان شاء الله باذن الله. البرنامج ده وشه حلو على ضيوفه انا بقولها لك بجد والله بيبقى معانا يعني رياضيين وغيره بعد كده بعد كام شهر يرجعوا لنا ببطولات فيعني ان شاء الله يبقى البرنامج وش حلو عليك. نروح بقى شويه للاهلي وانت النهارده جايب تيشيرت حمراء ايوه ومعتز يعني لما كنا بنتكلم قبل الهوا هو اهلاوي جدا وانت بتحب تحضر كنت زمان الماتشات فبرضه ادينا كده شويه عن القصه دي. يعني طبعا اصحابي القريبين مني عارفين ان انا اهلاوي بطريقه يعني ما فيش حد بيخش معايا في جدال فيها دي انا اهلاوي جدا. مفيش ماتش في الاهلي كنت بفوته يا في الاستاد من استاد القاهره او استاد الكليه الحربيه او كنت بطلع المحافظات كمان. انا كنت بطلع محافظات مع الاهلي بالاوتوبيسات او بالعربيات يعني مفيش ماتش اسيبه طبعا لغايه بعد ما الدنيا الجمهور اتمنع انه يخش والحاجات دي طبعا الواحد بقى بيتفرج من التلفزيون بس ساعات بعرف اروح اتفرج على الماتشات برده في الاستاد تذكرتي والحاجات دي بنروح بس ما بقتش زي الاول يعني انا زمان ماتش الاهلي لازم هو في برده بيقول لك وراك يا اهلي كعب داير ايوه صح فانا اسماعيليه بورسعيد اسوان كله. وموقعك ايه بقى في المدرجات ثالثه شمال ولا وضعك ايه؟ لا اقول لك بقى انا ما اعرفش اتفرج على الماتش غير من الثالثه شمال ورا الجول. الله
يعني لازم مش بزاويه يمين ولا شمال، لازم قاعد كده يبقى شايف الكل بالطول. يعني انا كان ليا مكان والله العظيم معروف في استاد القاهره، حتى اصحابي او الناس اللي هناك لما بيقولوا لي باستمرار على طول الساعه اللي في الدرجه الثالثه تنزل تحتها خالص اول تراس تلاقي معتز قاعد يعني كده. والله العظيم انا بحب اشوف الاستاد كله، يعني ايام مانويل جوزيه ما فيش ماتش فوته على مدار السنين بتاعته كلها. كان زمن حلو طبعا. احنا كنا طب وبقينا ايه رؤيتك ايه اللي حاصل بالمناسبه بما ان انت اهلاوي للدرجه دي ومتابع جيد لكل الماتشات، شايف مثلا مشاركه الاهلي في دوري ابطال افريقيا مبدئيا عامل ازاي؟ بصراحه يعني انا عجبني فكر موسيماني جدا، يعني في ناس بتنتقده كتير جدا انا شايف ان الراجل اولا مضغوط ضغط رهيب في التحام الماتشات، يمكن الاهلي ما خدش راحه اصلا، احنا خلصنا افريقيا في دوري في كاس عالم انديه رجعنا في في بطوله الانديه اطول راحه خدناها الفتره اللي فاتت يعني بالظبط في سوبر افريقي في سفر، واصلين الحمد لله سيمي فاينل دلوقتي والحمد لله عدينا شوط، فاضل شوط تاني في القاهره يوم الجمعه او السبت اعتقد يوم السبت ان شاء الله. فلا فانا يعني هم كتر خير اللعيبه وكتر خير يعني موسيماني، هم الناس ما بترتاحش بقيت فرق الدوري بتلعب ماتش كل اسبوع في ناس مريحه طبعا، فاحنا انت سفر كمان السفر ده اجهاد صحيح فلا انا الاهلي ده باين عليك اهو. انا بسافر معاهم، حتى سافرنا بره يعني سافرت معاهم كتير بره مصر، هايل رحت رادس ورحت الله حلو دبي حلو ورحت فين تاني واحنا لينا في رادس حكايات. ايوه رادس حكايات طبعا، رحت مره كويس ومره وحش بعد اللي جاي كله كويس ان شاء الله. فانا ومن الصور انت كنا في صوره مع كابتن بيبو، احكي لنا برده لما قابلته اتكلمتوا في ايه يعني؟ احنا كنا هو اصلا لطيف جدا على المستوى الشخصي والذوق يعني كان نطلع من الاوتيل يتكلم مع الجماهير كلها ويتصور معانا، وانتوا خليكم مع الفرقه وعايزين صوتكم يبقى عالي في الاستاد وتشجيع، يعني انت بتتعامل مع كابتن محمود الخطيب يعني حد، انا الصوره دي بالنسبه لي شرف ان انا اصور مع كابتن بيبو وسط الزحمه والاجراءات الامنيه واحنا في تونس. فطبعا يعني لا يعني شابول صراحه يعني. فكره ان انت يعني للدرجات دي عندك شغف مع يعني مع فريق نادي الاهلي ومتابع جيد جدا ليه بالشكل ده، اكيد برضو بيبقى لك رؤيه في اللعب نفسه، ساعات بيبقى عندك تحفظات بيبقى عندك ملاحظات، ملاحظاتك ايه على مشوار النادي الاهلي الافريقي برضو حتى اللحظه، الى جانب طبعا النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها فكره ان هم طبعا كتر خير الدنيا بالاجهاد اللي هم فيه، بس بشكل عام وانت كمان يعني ايه معاصر اجيال مختلفه من لعيبه النادي الاهلي بالظبط كمان رايك، شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ انا شايف الاهلي اول ما بدا في المجموعات كان شو ده الاهلي بنتفرج عليه يعني اتغلبنا ماتش وتعادلنا وانا قلت يعني ايه ما اعرفش هنعدي ولا لا، يعني كانت الملامح في الاول في المجموعات مش باين احنا هنصعد او لا، من ساعه ما صعدنا وقابلنا سان داونز لا ابتدى الامور تتغير بقى، ابتدى فعلا شكل الاهلي يبان دلوقتي. فلما اتفرجت على الماتشين واتفرجت على ماتش السوبر الافريقي اللي كسبناه في قطر لا فعلا الاهلي ابتدى بقى لما بيخش على الجد الملامح بتاعته بتبان، شراسته بتبان قوي دلوقتي، لكن في الاول في المجموعات لا كانت الدنيا كانش حد بتالي راضي على الاداء خالص يعني، بس طلعوا معذورين. مين اكتر اللعيبه يا معتز لو في حد منهم صاحبك يعني، او مين اكتر اللعيبه اللي انت بتحس يعني ان هو فعلا اداؤه في مستوى يعني واحد ما بينزلش ويطلع يعني مستوى محترم جدا، مين اكتر لاعب انت بتشوفه؟ انا ماليش اصدقاء او يعني لعيبه في النادي الاهلي يعني حد قريب مني واصحابه كده، لكن اللي بشوفهم دايما محافظ على ادائه يعني محافظ على ادائه ايمن اشرف طبعا ده يعني على طول هو محافظ على نفسه، محمد الشناوي صحيح علي معلول قبل الاصابه واللي انا كنت براهن عليه من اول الموسم والله وقلت لهم يا جماعه ده لو نزل ولعب ومش هياخد فرصته لازم ياخد فرصه محمد شريف انا كنت براهن عليه اول الموسم اول ما جه من يا جماعه ما شاء الله عليه يعني. طب تعالى نتكلم عنك انت بقى وعن مشوارك الرياضي و12 سنه هاند بول وحراسه مرمى نادي هليوبلس، برضو اكيد فتره في حياتك ما تتنسيش يعني، شاركت في بطولات كتيره في المرحله دي، يعني ايه ابرز البطولات اللي شاركت فيها؟ ايه ابرز المراكز اللي حققتها مع الفريق؟ احنا في نادي هليوبلس طبعا احنا عندنا كره اليد قويه جدا في النادي وعندنا ابطال محترفين بره من نادي هليوبلس وفي منتخب مصر دايما بتلاقي فيه عناصر اساسيه في الفريق. احنا خدنا زمان رابع جمهوريه اوكي، ودي كان مركز قوي جدا وتكرمنا فيه. خدنا اول دوري المرتبط، كان بيبقى فيه الفيرست تيم والمرتبط، يعني مثلا لو هنيجي نلعب الاهلي الفيرست تيم احنا الفرقه اللي اقل من 21 سنه او 20 سنه تلعب الاهلي اللي في سننا، فاحنا في الفتره دي خدنا اول مرتبط، فدي طبعا يعني انت كسبت انديه كبيره جدا وتقيله جدا فتكرمنا وخدنا فيها ميداليات.
في برضو ناس طبعا انا احب اشكرهم مرنوني على مدار ال 11 سنه دول او 12 سنه، في كابتن عمرو درويش الله يرحمه، في كابتن محمد الالفي وده علامه كبيره جدا في نادي هليوبلس وفي منتخب مصر وفي النادي الاهلي كان لعيب النادي الاهلي كابتن محمد الالفي، كابتن محسن عبد الرحمن ده كان برضو طول عمره لعيب في النادي الاهلي، هو مررنا في نادي هليوبلس خدنا برضو معاه بطوله، كابتن علاء عبد اللطيف، الناس دي برضو يا كابتن علاء ده هو اكتر حد اتمرنا معاه قعدنا 5-6 سنين وخدنا بطولات معاه كتيره جدا، يعني نص مشوارك تقريبا مع الكابتن. كابتن علاء استلمنا فتره قعدنا بالظبط فيها 5-6 سنين، ولما طلعنا مرتبط وفيرست تيم كان اللي بيمرنا كابتن هشام ادري، فبرضو ده خدنا معاه اول مرتبط في اللي هو القسم اللي تحت 21 سنه او 20 سنه، فكل دي ناس طول واحد يرد لك. بس انا هجيب من الاخر يعني، مع احترامي طبعا كل الاسماء دي، بس النادي نادي هليوبلس لما بيلاعب الاهلي ايوه بصراحه السكور بيبقى لمين؟ هقول لك على حاجه. اقول على حاجه يعني، بص هقول لك حاجه، طبعا نادي هليوبلس معروف بس النادي الاهلي من الانديه القويه جدا برضه طبعا، بس احنا اخر سنتين او اخر 3 سنين هليوبلس خد كاس مصر من الاهلي، وقبل كده قبل كده زمان كنا لا ما كان الاهلي بيكسبنا طبعا. لا طبعا يعني الاهلي طول عمره قوي في الهاندبول وقوي في الرياضات، لا وهليوبلس يعني في اسامي كل نادي بيبقى فيه رياضه معينه قوي فيها، يمكن عشان كده بتكلم الهاندبول طبعا والووتر بولو برده، فبس الاهلي فعلا عشان انا بتكلم تحديدا عن الرياضه دي هو بصراحه برده يعني بيعمل سكورز هايله وبطولات برده رانكينجز عاليه جدا. دي حقيقه يعني الاهلي طبعا في الهاندبول قوي، هليوبلس برده عندنا احسن لعيب في العالم طالع من نادي هليوبلس في كاس عالم الشباب ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا جدا. طب رايك ايه بقى في تنظيم مصر لبطوله العالم كره اليد؟ ودي طبعا كانت حاجة محترمة، كان حدث يعني مهم جدا وكان ليه انعكاسات كبيره قوي على دول العالم كلها من خلال طبعا الصحافه الرياضيه ووسائل التواصل الاجتماعي. تابعت طب انا اتفرجت طبعا على كاس العالم وتابعت ماتش مصر والدنمارك اللي كلنا كنا يعني أيوة خلاص بقى أيوة ماتش فرهاد مصر كلها سكتت اليوم ده والله العظيم، مصر كلها الشوارع بس لعبوا لعبه حلوه، لعبه حلوه الهاندبول يعني حظها دايما يعني بتفرق في كوره بتفرق في هجمه طبعا ثانيه اصلا يعني في ثانيه ممكن الماتش يتقلب عليه. احنا عملنا بطوله تنظيميا هايله طبعا، دي حاجه ترجع للدوله والوزير الرياضه، حاجه لازم الناس تقدرها وتشوف الانجاز اللي احنا عملناه، بس كان ناقصه طبعا الجمهور يعني لو كانت الجماهير دخلت كان البطوله دي الناس بجد كان، بس عشان الكورونا وكده بس لا طبعا ده انجاز لمصر انها تعمل كاس عالم بالدول القويه دي في الوقت اللي كان فيه ازمه، استحدثت وقتها كمان مبدا وفكره الفقاعه الطبيه لان دول ثانيه نقلتها عندنا بعد كده، فكان طبعا يعني حدث مميز جدا حقيقي، حدث والصالات حضرتك والتنظيم الصالات اللي اتبنت بالظبط يعني كان في بادجت محترم محطوط عشان تطلع رياضه بطوله طليق فعلا. طيب خلينا بص احنا هناخدك من شويه المكان لمكان بس يعني كله في اطار واحد، نروح للتمثيل مره ثانيه. اكيد اي فنان مش هقول في بدايته انت بقالك فتره برضو بس يعني بيبقى وجوه جديده بيبقى في ناس كده معلمه معاها سواء بقى قدام جدا او حاليين، مين من الممثلين اللي انت بتشوف مش شبه معتز بس معتز بيحس ان الممثل ده بيتعلم منه، يعني معتز بيتعلم من هذا الشخص، وعلى فكره ممكن تبقى ممثله مش غلط يعني مش لازم يبقى ممثل، كاداء كتفاني في العمل ك زي ما بتقولوا في اللي بيلبس الشخصيه، مين من الرموز؟ يعني من الجيل الحالي دلوقتي اللي هو الجيل الشباب اللي بنتفرج عليه انا بحب استاذ كريم عبد العزيز جدا. مش عشان انا كنت معاه في الاختيار، لا والله يعني معظم هو شخص جميل ومحترم على المستوى الشخصي لطيف جدا جدا يعني انا اتعاملت معاه في مرتين في المسلسل، بس اقرب الناس ليا واصحابي عارفين ان انا واحد من جمهور استاذ كريم عبد العزيز. يعني انا اي فيلم كان بينزله من زمان ممكن اخشه المرتين والثلاثه، انا بحس فيه الفنان الكامل في كل حاجه، الكوميديا الدراما الاكشن يعني هو يعني وانسانيا وشخصيا كمان بني ادم رائع بصراحه، يعني طبعًا فنان بمعنى الكلمه في كل حاجه. انت مشاركتك في الاختيار 2 قطع بيك شوط ووفر عليك مجهود كبير اي حد لسه في مستهل مشواره التمثيلي بيدور عليه، فكره الانتشار فاعتقد ان يعني لازم تكون ممتن جدا للعمل ده لان هو فعلا وفر عليك كتير، بس انت بشكل عام حاسبها ازاي؟ هل مخطط لنفسك؟ هل حاطط لنفسك بلان؟ هل في خطوات معينه انت كاتبها كده بالترتيب عايز تمشي فيها؟ ولا عايشها يعني اليوم يعني الكم بيوم؟ ولا الكيف عايز يعني في ناس في البدايه عارف كان يقول لك انا عايز اظهر كتير، في ناس يقول لك لا انا عايز اظهر في ادوار، يعني معتز بالزبط. فعلا راسم نفسك ايه؟ لا انا مش عايز يعني بعد الاختيار وانا بصور حتى الاختيار في رمضان اتعرض عليا دور في مسلسل
واحنا بنصور يعني كان اخر 15 حلقه في العمل ده. انا اتبعت لي السيناريو وقريت كل حاجه، لا حاجه مش هتضيف لي حاجه يعني زي ما حضرتك قلت انا لسه في البدايه وفي دوت مشوار، بس مش عايز اعمل اي حاجه وخلاص. اللي هو هايل ان انت عندك قوه الرفض. رفضت قلت لهم يعني حسيت ان انا الاختيار لغايه دلوقتي مسمع والناس طبعا بتتكلم عليه بطريقه كويسه، حط معتز في مكان كويس، واللي جاي ان شاء الله لازم يكون بنفس قوه المسلسل بنفس فكره الجمهور. ايه صعب المهمه بقى يعني فكره ان انت برضو كنت طرف رئيسي في عمل بالكيفيه دي في عمل زي الاختيار اتنين، هتخلي اللي جاي بالنسبه لك في حته برضو الموافقه او الرفض مش سهل؟ لا طبعا مش سهل، بس حسب برضو الدور هيفيد ايه. ما انا مش عايز اعمل حاجه ابقى متواجد فيها وخلاص، عايز اعمل حاجه تعجب الناس، حاجه تشوف ان معتز قدم حاجه مختلفه. معتز حاجه دي انا كان الدور اللي حسيته برضو كان مختلف وكان صعب، دور مهدي في مسلسل جمال الحريم ده شاب بيحب الموسيقى بس كفيف، وهو مش حكايه ان واحد بيحب الموسيقى وكفيف بس، لا هو اوير بكل حاجه حواليه، ملم بالدنيا، ملم بالناس بتتكلم ازاي، بيعمل ايه، ودايما كان كل كلامه بيطلع رسائل نصايح وتوجيه للبنت اللي بيحبها معاه. انا اتفرجت على المسلسل ده كان دور صعب طبعا يعني اكيد صعب. يعني اقول لحضرتك على حاجه والله ما يمكن نهاند ما تعرفهاش، انا الدور ما اتعرض عليا رفضته مرتين، كنت خايف منه جدا. اصل انت يا تعمل حاجه الناس تصدقك وتحبك فيها، يا تعمل واحد اعمى. لا وده كمان عايز استعدادات من نوع تاني. ثلاث شهور يعني ده يعني قعدت ثلاث شهور بستعد ان انا اصور. طبعا اكيد. طب معتز ممكن تقدم عارف زمان كان يقول لك الوجوه اللي هي بقى الابطال مش عايز يقدم دور شرير، بس دلوقتي بتهيألي الفكر اختلف، انت ممكن تقدم شرير، ممكن تقدم شخصيات مختلفه، مش لازم تقدم الشخصيه اللي هي الناس هتحبها يعني. انا طبعا عايز الفتره الجايه اطلع من حته مثلا زي الضابط او حته الشاب اللذيذ الطيب او المثالي الاقرب للمثالي. لا عايز اخش في حاجات وشكلك ما يتحكمش في ده، ولا دي بتاعه المخرج هو اللي يقدر يوظف الشكل حتى حسب الدور. لا بصي الممثل لو عايز يعمل اي حاجه هيعملها، انت بقى بتحاول طبعا تغير في وشك في رياكشناتك شويه في ملامح الشخصيه. هو مثلا لو جالي دور شاب مثلا شرير مش لازم بقى اطول دقني واعمل كده، لا ممكن يبقى اطلع من الكلام، ممكن بالبصه طبعا تقول ده جواه سم عكس مثلا التكشيره وزي الافراح شفت اهي الورش عملت شغل. طبعا انت نورتنا النهارده واسعدتنا بوجودك، وبنتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح اللي في الدنيا الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا يا معتز، وهنشوفك ان شاء الله قريب بقى في عمل محترم باذن الله. ان شاء الله انا اللي مبسوط ان انا كنت معاك. نورتنا. فاصل سريع ونرجع الفقرة الأخيرة هتكون مع كابتن أحمد فوزي حارس الأهلي السابق. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، وتاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من البرنامج. وطبعا احنا قدامنا الكثير من التحديات في مشوار النادي الأهلي نحو الحصول على النجمة العشرة إن شاء الله الفترة اللي جاية. عندنا مباراة صعبة أمام فريق الترجي التونسي، هو كمان فريق إلى جانب أنه فريق قوي، بالإضافة لده هو كمان عنده حق مشروع جدا، هو كمان من حقه أنه يحلم بالتأهل للنهائي، فده أكيد هيصعب علينا الأمور إلى حد ما. عموما عندنا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، واللي اكيد هنغوص معاه بقى في كل التفاصيل. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. بونجور يا فندم. بونجور يا فندم. انا معيش حد بسؤال غريب شويه، هل الفوز في رادس الى حد ما ممكن يبقى ليه نتائج سلبيه على الاهلي؟ اكيد اكيد ليه نتائج سلبيه لو الفرقه مش قافله عليها، بس باللي ظاهر وباللي عمله الشناوي ومستر موسيماني بعد المباراه لا ان شاء الله مش هيبقى ليه نتائج سلبيه، لان قصه مثلا الشناوي خلى الصحفيين يخرجوا بره وبتوع التلفزيون ويطلعوا ويقولوا انا احنا لسه الحسم في القاهره، مستر موسيماني طلع قال لسه ما صعدناش والحسم لسه في القاهره، فده معناه ان اللعيبه مقدره حجم اللعيبه والجهاز مقدرين حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقه، وان شاء الله ان شاء الله مش هيكونوا خرجوا بره المباراه. القصه عندنا هنا في الجمهور، قصه في الاعلام مش القصه في الفرقه. انا متاكد ان الفرقه قافله على نفسها، متاكد ان كابتن خطيب كابتن سيد قافلين على الفرقه كويس جدا. ده كان واضح في التصريحات فالفرقه قافله على نفسها، انما اللي مش قافل على نفسه هو الجمهور بتاعنا. هو بيفرح برضه كابتن فوزي يعني، ما نقدرش فرحه حلوه ما نقدرش نتكلم وكل حاجه، بس احنا عاده جمهور النادي الاهلي انه بياخد بطوله زي الفرقه بيقفل عليها وبيدور على اللي بعدها، فاحنا لسه ما خدناش اللي بعدها، احنا لسه في بصدد العاشره وان شاء الله ربنا يكتبها لنا. يعني مش صح ان احنا مش هقول ننخدع بالفوز اللي إيه؟ حصل، بس على الاقل ما نسيبش الفوز ده ياثر علينا، بص ونتعامل مع الماتش ده على اعتبار ان هو بدايه كلام مش نهايه الكلام. ننخدع معناها ان في خدعه حصلت او في مس اندرستاندنج الموضوع اللي حصل، لا الفرقه كانت احسن مباراه تكتيكيه
وبدنيه لعبتها فرقه النادي الاهلي من ساعه ما موسيماني جه كانت المباراه صدمه. انت ممكن ما تقولش ما ننخدعش بالمنظر، ممكن نقول ننخدع بالنتيجه، انما الفرقه انا مقصود بطبيعه الحال النتيجه طبعا. النتيجه لا، النتيجه خادعه بدليل ان الترجي لعب في مصر 10 مباريات تعادل في 6 ومع النادي الاهلي اتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 منهم خساره، كسب بعديها في تونس 1-0 والاهلي خرج على قد انرامه، منهم خساره 2-0 وتعادلوا ولعبوا ضربات جزاء وكسبوا 6 مباريات تعادل، منها مباراه تعادل 2-2، مباراتين تعادل 1-1. يعني فرقه الترجي قادره انها تلعب كوره، ناهيك على انهم فرقه كوره اصلا، فرقه محترمه بيلعبوا على استاد كويس. يعني في مشكله في ماتشات افريقيا عامه ان انت الملاعب ما بتبقاش جيده، ولكن فرقه الترجي سابت ملعب رادس وجايه تلعب في ملعب السلام، ده ملعب كويس وده ملعب كويس، الجمهور محترم، الجمهور محترم، فالدنيا هتبقى ان شاء الله بالنسبه لهم هيبقى عندهم امل وعندهم قتال طبعا. وعندهم دوافع اكبر، لو النادي الاهلي ما وقفش بنفس الدوافع والروح والقلب هتبقى المشكله صعبه عليهم. طيب لو هنتكلم تحديدا معلش عن اللي فات عشان نقدر نبص على اللي جاي وسريعا مش هنطول، غياب محمد هاني وفكره ان قفشه برده نزل يعني لحد ما متاخر، ده ممكن يكون خلى اللعب برده يتغير. يعني احنا شفنا حتى الخطه اتغيرت اكتر من مره من الشوط الاول والثاني وغيره، ده كان ذكاء جدا وتحضير رائع على فكره من موسيماني. فهنا بقى الشكل المفروض يبقى ازاي برده يا كابتن فوزي؟ بص حضرتك الدنيا هنا هتختلف تماما عن هناك، هناك انت كان عندك غيابين مؤثرين الا وهو محمد هاني وبعديه جه رمضان بيكهام اللي هو المفروض البديل بيلعب في مركز الباك رايت، اتصاب وهو في التدريبات، فما بقاش عندنا حل غير اكرم توفيق ورامي ربيعه. هو نزل مكان محمد هاني. أيوة يعني فالجهاز فضل وجود اكرم توفيق على حساب محمد هاني، واكرم قدمها على احسن ما يكون صحيح وعمل صحيح. مباراه من احسن مبارياته تمام. الناحيه الثانيه قفشه مش موجود، فاضطر مستر موسيماني يلعب بثلاثي في خط المنتصف حمدي فتحي وسوليه وديانج، بس الثلاثي مش ثابت بمعنى صحيح. ان انا ابتدى اللعب 3 على الورق 4-3-3 في الملعب لقينا اللعب 3-4-3 حمدي فتحي صائد في ظهر السردباكين والكره وهي معانا بيطلع قدامهم بيبقى ليبرو خط المنتصف واحنا بنهاجم حمدي فتحي قدام الاثنين السوليه وديان. ده معناه ايه؟ ان انت عندك واحد بيغير لك في التكتيك بتاع الفرقه كل شويه او في الفورميشن بتاع الفرقه كل شويه، فانت العلاج بتاعه ايه؟ هو كان سبحان الله حمدي فتحي وكان موفق جدا في المباراه. الكره مش معانا ينزل يقف ويغير الخطه، الكره معانا وبنبتدي بيها من تحت يقف قدام الاثنين السردباكات، الكره بنهاجم يطلع قدام الاثنين ديفندر، فده معناه ان هو كان واحد بس لما بيغير لك الخطه، ده معناه ان المدرب حفظ اللعيبه خطط كتير وخلاهم يفكروا هما في الملعب. خلي بالك صحيح، ويبقى عندهم القدره على اتخاذ القرار كمان. لا ده كمان مش القدره، ده كمان الفكر ان هما يتنقلوا من 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 خطه الخطة. الخطه لازم ال 11 واحد او ال 13 او ال 14 اللي لعبوا يكونوا بيفكروا بنفس الدماغ. اكيد التفاصيل اللي انت بتتكلم فيها دي كابتن احمد برضو من ضمن العناصر اللي خلتنا نشهد في يعني النهارده كده التشكيل المثالي من وجهه نظر الكاف اللي بيضم 5 لعيبه من النادي الاهلي منهم 3 من الاسماء اللي احنا بنتكلم فيهم. لا 3 من خط المنتصف اللي هو عمل احلى جيم في حياته يعني انت حمدي وديانج تقريبا ومعاهم بنون واعتقد محمد شريف مش فاكر مين الخامس وديانج معاهم خط الوسط. عندنا التقسيمه تشكيله تمام انا شايف حاجه ديانج وبنون طبعا محمد شريف واكرم توفيق ايوه صح واكرم فانت انت عندك ثلاثي كان على احسن ما يكون حمدي وديانج واكرم توفيق ثلاثه اجادوا بنسبه 10/10 في المباراه فانت الثلاثي ده غير لك زي ما بقول لحضرتك التكتيك في الملعب بثلاث طرق مختلفه في خلال 90 دقيقه الراجل راح منزل قفشه بقى غير اللعب كله. طب ايه رايك في الثلاثي بقى التاني اللي هو محمد شريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن؟ طيب يمكن عملوا اللي عليهم الشوط الاولاني بس يعني كنا ممكن لو في رغبه شويه اكتر من كده يبقى احسن شويه خصوصا شريف اجاد وراح مره واثنين وضيع ما شفناش حاجه خطر لطاهر وصلاح محسن لانهم كانوا مهتمين بالناحيه الدفاعيه عن الناحيه الهجوميه شويه وده يمكن ما خلناش نروح على الجون الشوط الاولاني كتير الشوط الثاني وبعد نزول قفشه تحديدا الدنيا اتحركت كتير قدرنا نوصل كتير جدا لان الريتم من الناحيه الدفاعيه او من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه صحيح. حتى واحنا قافلين عليهم واحنا بندافع بنستلم بندي قفشه قفشه بيوصلنا للجون كتير صحيح. ودي غيرت في التكتيك وخلت معين الشعبان المدير الفني بتاع الترجي يقع في مشكله كبيره جدا انه ايه كان الاول بيلعب فوسيني كوليبالي اللي هو رقم 6 بتاعهم
بيلعبوا الاول فري في الملعب كله وبيدافع على بن رمضان وبن غيث. لما نزل قفشه مسكوا القفشه وسع الحته بتاعه المنتصف. الجون اللي احنا جبناها فيه قبليه كوره قبلها بست دقائق تحديدا في الدقيقه 61 على ما اعتقد نفس الهجمه وديانج هو اللي منطلق وشريف هو اللي متحرك وكان في مساحات قدامه. يمكن الباص ما كانش مظبوط بس لما تلاقي ان الكوره دي اتكررت وجي منها هدف تعرف ان ده شغل مدير فني وان معين الشعباني اكل البلوزه زي ما بيقولوا راح منزل نزل خلى فوسيني يبقى قريب من قفشه ووسع الدايره بتاعه نص نص الملعب لاي حد يجي انطلاقات من تحت. كويس. طب خلينا نتكلم في الخطه من وجهه نظر حضرتك هيلعب بيها الاهلي. يعني احنا دلوقتي في الاياب احنا هنقول أسوأ الحلول احنا عايزين نتعادل تعال. فهل احنا بنتكلم بقى في خطه دفاعيه؟ يعني احنا هنركز على الخطه الدفاعيه ام القصه مش كده وبرده ممكن يبقى في تغيير في الخطه؟ لا اعتقد ان في اثناء اللعب اعتقد ان الفرقه هترجع لطبيعتها 4 2 3 1 ولكن دفاعيه شويه. هيلعب في في زونكون في منطقه كده هيقفل على نفسه في 40 متر تحت نص الملعب ويلعب مرتدات خاصه ان قفشه هيكون متواجد فهيحط مثلا سي 2 في نص الملعب وليكن ديانج وحمدي فتحي او ديانج وسولاء وقدامهم قفشه بحيث ان اول ما قفشه يستلم كرة يقدر يوصل ويوصل الناس اللي قدام بسرعه فمش هتبقى خطه دفاعيه قوي. لا انا اعتقد انها هتبقى خطه متوازنه. ليه دايما يا كابتن بيبقى والكلام ده عبر التاريخ يعني فكره زي ما احنا بنقول كده مثلا ايه من اول ما قفشه نزل تمام الدنيا اتحركت يعني ليه دايما في لعيب بعينه هو اللي لما بينزل بيحرك الميه الركض زي ما بيقولوا ليه الخاصيه دي ما بتكونش موجوده عند كل اللعيبه وكان كلهم بلاي ميكرز؟ طيب كل اللعيبه في الدنيا بيبقى ليه ميزات وعيوب ده شيء طبيعي في الدنيا كلها طبعا. قفشه من نوعيه اللعيبه اللي اهم ميزه عندها ان هو بيلعب الكوره لمسه واحده ويتحرك كوره لمسه ويتحرك وعينيه شايفه الملعب كله مش اي حد في الكوره على طول رافع عينيه وهو بيستلم. معظم الناس وهي بتستلم بتحط يعني وشها في الارض انما قفشه من الناس اللي لما بتستلم بترفع راسها فوق عشان تشوف الملعب كله ودي ميزه هتبقى ايه بالظبط طبعا دي ميزه مهمه جدا 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 عند قفشه. ثانيا في واحد كده بيبقى ايقونه لجيل معين يعني شايف ان قفشه لما نزل خد عيون الناس اللي حواليه وسهل المساحات للي بره نفس الوقت هو بيعرف يلعب لمسه واحده في حتت كتير بيوسع وبيلعب في حتت فاضيه فاعتقد لا قفشه من الناس اللي ممكن نقول عليهم جزء او هيبقى عشان ما بقاش ايقونه أيوة. هيبقى ايقونه بتاعت الجيل ده ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اروح مع حضرتك لنقطه لان اختلف فيها الاراء بصراحه واحنا امبارح برضو كنا بنتكلم بشانها يعني فكره الراحه اللي هي الطويله اللي سبقت يعني ناس كتير شايف ان ده بالعكس ده كان موضوع ايجابي جدا واحنا كنا في امس الحاجه لهذه الراحه من كم الضغط والاجهاد البدني وده انعكس بشكل ايجابي جدا على اللعيبه لان احنا شفنا قوه ولياقه بدنيه غير مسبوقه بصراحه من فتره واشخاص ثانيه بتتكلم لا بالعكس ده بيؤدي الى هدوء في الاداء وعدم استعداد كافي حضرتك شايف ازاي يا كابتن فوزي؟ احنا يعني اي متابع قبل المباراه كان بيقول ان ده سلاح ذو حدين للامانه صحيح تمام سلاح ذو حدين يا اما يرجع بالفرقه ريفريشنج مره ثانيه والفرقه ترجع تبتدي من زيرو وبعد ما فولت العداد ترجع تنزل العداد وتبتدي من اول وجديد وفي حد تاني كان بيقول لا انت كده صفرت العداد ولسه عايز تشحن وتبتدي من اول وجديد عشان ترجع فطبعا هي بتاخد فكرين الراحه السلبيه دي مش هتاثر في اول مباراه ولا في ثاني مباراه الراحه السلبيه دي هتاثر على المدى البعيد وان الراحه السلبيه دي هتاثر على المدى البعيد في 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 المعدل البدني للعيبه فانت ما تقدرش تحكم على اللعيبه بعد ماتش واحد هنحكم عليه في فترات بعيده ولكن هو النادي الاهلي كان محتاج الست ايام دول لان انت كان بقالك 7 شهور بتلعب طبعا. فترات مضغوطه بتلعب وبتسافر ده منهم شهرين ده منهم شهرين انت بتلعب كل 3 ايام مباراه وعمال تجوب انحاء الجمهوريه يمينا ويسارا وشمالا وخارجها وبره كمان فانت لو ما كنتش خدت الراحه دي كانت اللعيبه هتبقى تحت نفس الضغط نفس ال والاجهاد كمان الاجهاد البدني العالي جدا اللي بياثر على فكر وذهن اللعيبه قبل عضلاته. طيب من هذا المنطلق بقى اسمح لنا احنا والمشاهدين ناخد راحه سلبيه على السريع هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك اتفضل. خلوا اعصابكم هاديه في المباراه خدوا المباراه بجديه جامد جدا باعصاب هاديه علشان توصلوا للمطلوب. ابدا لازم يكون احنا طبعا اهتمام كبير برضه ما نتكلش على ان احنا غلبنا هناك لا لازم الماتش بجديه 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 لان دي سمعه النادي واسمه. يعني عايزه اقول لهم حاجات كتيره جدا 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 يعني من حبي ليهم يعني انا نفسي اقول لهم يعني ربنا معاهم وربنا معاهم ربنا معاهم باذن الله.
ان احنا كلنا قلوبنا معاهم وربنا ان شاء الله هينصرهم باذن الله. يشدوا حيلهم بقى عشان فاضل تكه واحده وياخدوا البطوله العشرة ان شاء الله يعني. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله باذنك يا رب، ويثبتوا كده ويفرحونا زي ما هم باستمرار مفرحنا. انكم طلعتوا رجاله في تونس هتطلعوا ارجل واجدع وابطال باذن الله في مصر وتمتعونا. انتوا قد المسؤوليه، انتوا ابطال، انتوا متحفزين، الجمهور كله وراكم، مصر كلها وراكم، وربنا يوفقكم باذن الله. بقول لهم شدوا حيلكم وانتوا دايما رجاله ودايما رافعين راسنا، وان شاء الله هترفعوا راسنا وراس مصر ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق، اللي بنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل المتعلقه بمباراه الاياب بين الاهلي والترجي التونسي، وكلمنا عن اللعيبه. وعايزين نوصل بقى مع حضرتك دلوقتي بالكلام لفكره حارس المرمى اللي هو يعتبر عنصر امان وضمان للعيبه وللجماهير بطبيعه الحال. 50% كمان من يعني، والله واحيانا بيبقى اكثر كمان، والله ساعات بيبقى فعلا اكثر خاصه مع الشناوي واكثر من ستيفن. بس قبل بقى من يعني نتطرق للشناوي، انا عايز اتكلم مع حضرتك عن فكره ميشيل يانكن وقدرته على تجهيز الحارس الاساسي والبدلاء بنفس القدر من الكفاءه، ودي حصلت قبل كده وشفناها مثلا مع علي لطفي لما يعني شارك في مباراه، فدي برضو بتبين لك قدرات مدرب حراس المرمى. اكيد من ساعه ما جه مستر ميشيل واحنا شايفين تغيير ايجابي كبير جدا في الحراس اللي بتلعب كل الماتشات، حتى مصطفى شوبير لما لعب ماتش الكاس اثبت انه حارس جيد. الثلاثه ما شاء الله ماشيين كويس جدا، الشناوي لما بيغيب علي لطفي بيأدي ويمكن احسن كمان، خاصه في مباراه الزمالك اللي هي مباراه قمه ومباراه اعصاب وكل حاجه. اكثر من رائع كابتن فوزي بصراحه. وانت لما مباراه زي دي كلها اعصاب وضغط جماهيري ويظهر الحارس بالثبات ده، تعرفي ان السر الرئيسي في مدرب حراس المرمى. الراجل محب وعاشق للنادي الاهلي بدرجه كبيره جدا، كفايه انه لما سافر مستر فايلر النادي الاهلي طلب وهو استمر، ودي حاجه ايجابيه جدا. عايش في النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. غير التكتيك في التدريب للحراس، عامل حاله من الثبات الانفعالي وسرعه رد الفعل. هو هقول حاجه بس، هو في حاجات بيستخدمها ما كانتش موجوده في مصر من فترات بعيده بصراحه، يعني في اليه التدريب نفسها. حاجات لا ده اجهزه تدريبيه ما كانتش موجوده، وهو جلبها لمصر واحنا ما كناش نعرفها غير عن طريقه. بس بالامانه يعني الكلام ده من سنتين، ودلوقتي بقى منتشر كل الاجهزه اللي هو جايبها، ولكن في الاول البدايه عنده هو. وطالما البدايه عنده هو، لازم رد فعلها على الحراس تبان في اقرب وقت وفي اقصر مده، وده اللي حاصل. ناهيك ان انت عندك الشناوي الله اكبر، يعني غير انه كابتن الفريق هو قائد للفريق، هو حائط صد للفريق طبعا. هو يعني لو عايز تتكلم عن الشناوي كقدرات ذهنيه، بالظبط يعني. قدرات ذهنيه وعقليه ليه الاول قبل اي حاجه. انا في اول الحلقه قلت لكم القصه بتاعت ان هو خرج الصحفيين دي ثبات انفعالي غير طبيعي، ما كان ممكن يخش يهيص مع الناس طبعا. انما عشان هو بيفكر صح وهادي وبيشوف الامور لاقصى لمدى بعيد، لا اهدوا لسه ان شاء الله نبقى نفرح في القاهره لما نلعب مباراه العوده، وده ثبات. ناهيك ان 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 ان, إن هو اصلا كمان قائد المنتخب وقائد الفرقه يعني لا هو عنده من القياده مواصفات القائد، مواصفات يعني قياديه عاليه جدا. تدخل في واحده في الشوط الاولاني اللي رقص فيها بنغيس خط الدفاع وهو قدر انه ينزل عليها ويشيلها، كانت ممكن تقلب مجرى المباراه. طب فلا اعتقد ان يا بهدف فينا يا يتحسب بنالتي لو هو ما كان اخطا تقديرا، لو لمس بس رجليه كان بنالتي على طول. فطبعا شكرا ميشيل يانكون، شكرا الشناوي، ولكن في الاول لازم 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 نشكر ميشيل يانكون. الراجل بيشتغل بضمير، ومش اي حد بيجي مصر بيشتغل بضمير، خلينا او في الاحتراف عامه مش اي حد بيجي يشتغل بضمير. الراجل بيشتغل بضمير صحيح. بيدخل ما هو جديد، كل ما هو جديد، وعارف هو بيعمل ايه، وعشان كده نقدر نقول له شابوه مستر ميشيل. طيب جدا، تسمح لي بقى اخد حضرتك شويه لليورو كوبا امريكا كابتن فوزي ماشي. ومن خلال متابعتك يعني ايه المنتخبات اللي شايفها الافضل حاليا؟ وهنتكلم بما ان احنا ذكرنا حراس المرمى برضو، مين حراس المرمى اللي شايف ادائهم لحد دلوقتي اكثر من رائع؟ طيب اللي في كذا اسم بصراحه. طيب نبتدي من كوبا امريكا ونقول ان مثلا كده كده ما فيش غير الارجنتين والبرازيل على قائمه الفرق المحترمه، يمكن البرازيل اقوى بكتير. يجي بعديهم كولومبيا وشيلي بس بدرجات مختلفه، فيعني مش هنلاقي منافسه كبيره جدا مع البرازيل. الارجنتين
لو قابلتها هتتعبها، انما انا متوقع ان البرازيل تاخد البطوله. ده كوبا امريكا. الحراس مفيش تالق للحراس الامريكيين يعني في الفتره دي لسه، انما تعالي بقى هنا نتكلم على اليورو. اليورو فرق كتير اثبتت ان هي جايه تاخد البطوله، منهم ايطاليا. دوناروما عامل كحارس ايطاليا ثلاث ماتشات كلين شيت، دي في اليورو حاجه صعبه جدا 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 جدا. فرنسا عامله جيمين كويسين جدا، عندها 4 بونت من نقطتين وفرقه بطل العالم، فريق تقيل جدا جدا. الحارس بتاعهم طبعا يعني مش هنتكلم عليه، راجل بيلعب في توتنهام وراجل بيلعب في منتخب فرنسا وراجل واخد بطوله كاس عالم اخيرا. يعني طب ونوير ما لفتش انظارك؟ لسه احنا بنقول واحد واحد. خش على المانيا. المانيا طبعا نوير احسن حارس في العالم سنتين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض اللي فاتوا، طبعا حارس قدير جدا جدا. اسبانيا يمكن بيلعب حارس بقاله كتير ما بيلعبش، ولكنه كل الحراس الاسبان معظمهم بيبقوا جيدين. في حارس مهضوم هتلاقيه في فنلندا اسمه هاسلاند. الحارس ده جيد جدا وفرقته خرجت من البطوله، ولكنه حارس مميز جدا 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 جدا. في حارس طبعا الدنمارك ابن مايكل، لا اله الا الله، محمد رسول. ساعات الاسامي بتروح. خلاص انسى يا كابتن النقطه دي، خلاص يا كابتن انسى النقطه دي، خلاص خش على اللي بعده على طول. بيلعب في ليستر سيتي يا جدعان. ماشي اوكي. هي تاني ابوه كان بيلعب في مانشستر. طب قول انا مايكل. ايوه مايكل. الزملاء اللي حكونا والزملاء اللي حكونا. طيب كويس ماشي. مايكل حارس طبعا كنا حجرنا احنا في النقطه دي. حارس طبعا محترم جدا. معظم حراس اوروبا جيدين جدا ان لم يرتقوا لدرجه الامتياز، والمتابع للبطوله لازم هيتكيف زي ما بيقولوا كده. بس المهم اللي يتفرج ما يتفرجش كمشاهد، اللي يتفرج يتفرج كمتابع. لو انت بتحب الحراسه اتفرج على الجون، تحركاته، تمركزاته، بالظبط، رد فعله، الحاجات دي هتفرق كتير جدا مع الحراس الصغيرين. بس مهم التركيز. مثلا زي مثلا لما يكون واحد بيحب مثلا كريستيانو، بيقعد شايف كريستيانو طول الماتش الكوره في الناحيه الثانيه وهو قاعد بص عليه. صحيح. هو ده بقى اللي انا عايزه. حراس المرمى الصغيرين بص على الحارس بيتحرك ازاي ووقفته فين وتمركزه ويعني تحركاته. فاعتقد لا البطوله مفيده او البطولتين عشان ما نبقاش ظلمه، يعني البطولتين كبار جدا بيقاموا في وقت واحد، بطولتين مميزين كل واحد فينا كبير وصغير ممكن يتعلم منه. بس ظروف كوبا امريكا يعني مش حلوه الموسم ده او السنه دي، يعني الظروف كتيره جدا حواليها ضد البطوله نفسها. بالظبط. اصلا كمان البرازيل من الفرق اللي فيها كورونا عاليه، وامريكا اللاتينيه عامه الدوله نفسها الدوله ايوه طبعا امريكا، وكمان امريكا اللاتينيه كلها كورونا بدرجه فظيعه. هم كويس ان هم بيلعبوا في اجواء زي دي. زي ما بقول لك الحراس مش جيدين او ازاي زمان، يعني في حراس دلوقتي في امريكا اللاتينيه مش 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 عاليين قوي، معظمهم بيلعبوا حراس الحقيقه كابتن احمد. وحتى اللعيبه اهو يعني لما تيجي حتى بعيدا عن كوبا امريكا، المنتخبات والاوروبيه منها كمان، حتى المنتخبات الاوروبيه مش بنفس التقل بتاعهم زمان. لا الكره اتغيرت، يعني ايطاليا غير ايطاليا، وان كانت طبعا جيده بس مش ايطاليا زمان. ايطاليا زمان كانت بتدافع بس. لا اول مره نشوف ايطاليا. ايوه ماشي بس لا 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 اسمع بس، اول مره بطوله. لا بص، فرقه ايطاليا حاله خاصه بعيد عن الفرق كلها. الفرقه الوحيده اللي بتهاجم وبتلعب كره حلوه، مع ان ايطاليا متعودين عليها بتدافع بس. يعني دي في البطوله دي. انما طبعا الجوده في اللعيبه مش زي زمان. وخلي بالك السنتين اللي فاتوا اثروا على اللعيبه بالسلب، كورونا والتوقفات الكتير وعدم اللعب من غير جمهور. الفرقه دي بتفرق. يمكن هو اليورو ابتدى بجمهور، ولكن بقالك سنتين اللعيبه مش في اعلى مستوياتها، فاكيد هيظهر عليها في المدى القريب، وده اللي ظاهر. انما رجوع الجمهور في اوروبا دي حاجه يعني ان شاء الله مبشره بالخير. وفي العالم بقى ان شاء الله يا رب عقبالنا احنا كمان. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك كابتن فوزي بجد. شكرا، ربنا يعزك، ربنا يخليك. صباح نورتنا كالعاده. صباح الفل يا استاذ. صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك، وصباح الفل على حضراتكم. وبكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاحشاء.